صباح الخير. النهاردة هنتكلم على موضوع مكمل للمواضيع اللي اتكلمنا فيها قبل كده، وهي الكونكتورز. زي ما قلنا من الأول خالص ان احنا كنا بنتكلم على الكومبوننتس اوف بريدج، وقلنا ان الكومبوننتس دهيت عبارة عن الابارتمنتس بتاعتي اللي هما دول، اللي هي السنان اللي انا بعمل لها preparation، والريتينرز اللي هي الكراونز اللي هتبقى راكبه على السنان دي، بس هي كجزء من البريدج هيبقى اسمها ريتينرز، والبونتك اللي هتبقى replacing الميسنج كرونال بارت او الكرونال بارت بتاع الميسنج توث، واخر حاجه خالص اللي احنا هنتكلم عليها النهارده اللي هي الكونكتورز، اللي هي الكومبوننتس اللي بتعمل لي جوينينج البونتكس مع الريتينرز عشان يبقى عندي البريدج كله كوان بيس. ايه انواع الكونكتورز اللي موجوده؟ هنقسمها according للريجيديتي بتاعت الكونكتور لريجيد كونكتورز ونون ريجيد كونكتورز. الريجيد كونكتورز في منها حاجه اسمها وان بيس كاست كونكتورز، وفي سولدرد كونكتورز، وفي لوب كونكتورز، في welded connectors. ال non-rigid connectors يتقسموا ل two branches، يا إما precision type يا إما non-precision type. precision type في منه precision attachments، في cross pin and wing pontics، وفي split pontics. ال non-precision type هو ده ال conventional خالص، اللي هو في منه single arm rest أو occlusal rest أو sub occlusal rest. نبدأ بال rigid connectors. أول نوع خالص اللي بنسميه كاست كونكتورز، وده اللي موجود في معظم الشغل بتاعنا. يعني ايه كاست كونكتورز؟ يعني الكونكتورز بيتعمل لهم كاستنج في نفس الوقت مع بقية الكومبوننتس بتاعت البريدج. يعني ايه برضو؟ يعني انا بعمل ادي الموديل بتاعي وعندي ميسنج هنا الفايف والسيكس، بعمل واكس باترن للكناين وللفور والـ 7، وبعمل لهم جويننج مع بعض برضو بالواكس. الكونكتورز هنا هي واكس اللي بين كل الاجزاء، وبعمل سبروينج للاجزاء دي كلها مع بعضيها خلاص، واعمل لهم انفستنج كوان بيس، واعمل لهم كاستنج، فيطلع لي البريدج بتاعي كله كوان بيس بالشكل ده. طيب ايه الميزه بتاعت الانواع دي او النوع ده من الكونكتورز؟ ان انا ما عملتلوش سبيشال ستيبس. هو بيتعمل الكونكتورز اتعملوا مع في وسط الشغل بتاع بقية البريدج. دي الميزة الرئيسية. العيب بقى ايه؟ لو بصينا هنا كده هنلاقي ان انا بعمل سبروينج لكل اجزاء البريدج. المفروض ان انا علشان اشيل البريدج ده من على الكاست، المفروض ان كل الريتينرز الواكس ده هم يطلعوا من على الدايز في نفس الوقت. لو ما طلعوش كلهم في نفس الوقت من على الدايز، يعني لو جزء من الريتينر دول طلعوا قبل الريتينر ده او العكس، بيحصل تشينج في الريليشن بتوين البارتس بتاعت البريدج، بيحصل ديفورميشن في البريدج. الديفورميشن ده ما باخدش بالي منه غير بعد ما اعمل الكاستنج، واجي بعد كده اجي اعمل سيتنج للبريدج ده على الكاست، الاقي ان السيتنج مش مظبوط، الاقي ان حصل سيتنج هنا وهنا لا، او العكس. وده اللي احنا بنسميه روكينج، روكينج للبريدج، نتيجة إن الأجزاء بتاعت البريدج ما طلعتش كلها في نفس الوقت من على الدايز قبل ما أعمل الانفستنج والكاستنج. فدي المشكلة بتاعت الكاست كونكتورز. طيب النوع التاني هو السولدرد كونكتورز. السولدرد كونكتورز معناها إن أنا بعمل للكونكشن للأجزاء بتاعت البريدج لعملية السولدرنج. كلمة سولدرنج دهيت هي الجوينينج بتاع تو ميتالز مع بعضيهم عن طريق ان انا ادخل بينهم مولتن ميتال تاني عشان يمسكهم مع بعض. خلاص ده تعريف السولدرنج. طب هنا بقى ايه هي السولدر كونكتورز؟ احنا قلنا في النوع الاولاني اللي هو الريجيد وان بيس ريجيد كونكتور ان احنا بنعمل سبروينج وكاستنج لكل البريدج كوان بيس. هنا بقى في السولدر كونكتورز لا، زمان كانوا بيعملوا ايه؟
كانوا بيجوا يعملوا الواكس باترن بتاع البريدج كله زي هنا كده. انا عندي هنا ميسنج لاتر، فعمل الواكس باترن بتاع السنترال والواكس باترن بتاع الكناين وحط باترن بتاع البريدج كله زي هنا كده. انا عندي هنا ميسنج لاتر، فعمل الواكس باترن بتاع السنترال والواكس باترن بتاع الكناين وحطه في نص البونتك بتاعت اللاتر. المفروض في الطريقه اللي هي العاديه اللي هي الوان بيس كاست كونكت ان انا بعمل سبرونج للثلاثه دول مع بعض واعمل انفستنج لكل ده كوان بيس ويطلع لي الكاستنج بتاعه كوان بيس. لا، هو هنا راح جايب اي حاجه رفيعه كده ثين ريبون سو او ممكن نجيب مشرط او حاجه، وراح قاطع في الكونكشن اللي هنا بين البونتك اللي هي اللاترال وبين الواكس باترن بتاع السنتر. فبقى عندي البريدج ده عبارة عن تو بارتس، السنترال لوحده واللاترال والكناين مع بعضيهم. بعد كده يقوم عامل سبروينج للسنترال لوحده وعامل سبروينج للاترال والكناين لوحدهم، بعد كده يعمل لهم انفستنج وكاستنج كتو بيسز مش كوان بيس. نفس الكلام هنا كده، لو انا عندي البريدج ده كده عندي ميسنج لاترال هنا، والسبب ما يعني او عندي هنا برضو في بريمولر بس ده هيتعمل له سنجل كراون لوحده ملناش دعوه بيه. فهنلاقي ان هنا ادي السنترال وادي الكناين وادي اللاترال اهوت البونتك. فجينا هنا راح قاسم بعد ما عمل الواكس، راح قاسم بين اللاترال وبين الكناين كده، فبقى البريدج ده عباره عن تو بيسز، السنترال واللاترال لوحده وان بيس والكناين هنا بيس تاني. وعمل سبرونج لده وعمل سبرونج لده ومع ده، وعمل انفستنج وكاستنج، فطلع لي جزئين اللي هو الجزء ده لوحده السنترال واللاترال لوحدهم ومفصول عن الكناين اللي لوحده. بعد كده يوم جاي عامل جويننج للجزئين دول بطريقه السولدرنج على الكاست او باي اندكس ياخده، بحيث ان هو يحافظ على الريليشن الاصليه بين الاجزاء وبعضيها. يعني هو هنا هو الريليشن بين الجزئين دول ثابته كده، او بين الجزئين دول من الجزء ده والجزء ده كانت مظبوطه على الكاست كده، عشان اضمن ان انا الميتال بتاعي يطلع بنفس الريليشن. لو انا عملت سبروينج وانفستنج وكاستنج الجزء ده على بعضه وانا بشيل الواكس ما اتشالش كله من على كل الدايز في نفس الوقت، ساعتها هيحصل ديفورميشن ويحصل تشينج في الريليشن دي. فكانوا زمان عشان يتغلبوا على المشكله دي كانوا يقسموا في الواكس من قبل ما يتعمل الانفستنج والكاستنج عشان يشيلوا ده يعملوا له كاستنج لوحده وده كاستنج لوحده، وبعد كده يبقوا يعملوا لهم جويننج مع بعض على الكاست بالريليشن المظبوطه. بس الطريقه دي بطلوا يعملوها. ليه؟ لان هي بتاخد ستيبس زياده، تمام، واحيانا السولدر جوينت اللي بيتعمل هنا او السولدرنج اللي بيتعمل دوت بيبقى ضعيف، ممكن يحصل مشكله في البريدج ده في بوق العيان بعد كده. طيب امتى بقى دلوقتي بقوا بيستعملوا النوع ده من الكونكتورز؟ لما يحصل لي مشكله بعد ما اعمل الطريقه العاديه اللي هي الوان بيس كاست كونكتورز اللي احنا قلناها قبل دي، بيعمل كاستنج للبريدج كله كوان بيس، بعد كده يجي يجربه في بوق العيان. لو حطه في بوق العيان ولقى مش حاصل له سيتنج كله مع بعضه، في ناحيه حاصل لها سيتنج وناحيه لا، او ريتينر حاصل له سيتنج وريتينر لا، ساعتها معناها ان حصل ديفورميشن اثناء ما هو كان بيشيل الواكس قبل ما يعمل الكاستنج. فحل المشكله دي يا اما يعيد الشغل كله تاني، يا اما يقسم بقى زي ما حصل كده في الواكس، بس الفرق ان هو هيقسم في بق العيان او هيقسم البريدج الميتال بقى مش البريدج الواكس. يعني لو اعتبرنا ان الحته دهيت لا، هي هما كلهم كونكتد مع بعض كده وهو ما قسمش في الواكس وعمل لي ده كله بريدج كوان بيس كده، وبعدين جينا نحطه لو اعتبرنا ده بوق العيان لقينا ان الكناين مثلا حاصل له سيتنج والسنترال لا، او السنترال حاصل له سيتنج والكناين لا، فيقوم جايب ديسك ميتال او تيبرد ستون ويقوم فاين تيبرد ستون ويقوم قاسم بين البونتك دي وبين الكناين، او العكس بين البونتك دي وبين السنترال بين اللاترال والسنترال يعني، يقسم وبعدين يعمل سيتنج لده لوحده في بق العيان وسيتنج لده بالبونتك في بق العيان، ويبدا يعمل جويننج للجزئين مع بعض باي ماتيريال تحافظ على الريليشن. بعد كده يبدا يعمل عمليه السولدرنج بالطريقه اللي احنا هنشوفها في المحاضره اللي جايه. المحاضره الجايه هتبقى كلها عن السولدرنج لوحده.
فدول الحاجتين اللي بنستعمل فيهم السولدر كونكتورز، يا اما من الاول خالص بقسم في الواكس وبعد ما يتحولوا لميتال او عامل جويننج للجزئين مع بعض، او لو انا من الاول عملت وان بيس كاستنج كده على بعضيه ولقيت فيه مشكله في الريليشن بين التو ريتينرز، بقوم قاسم بين البونتك وبين ريتينر منهم وابدا اعمل لهم جويننج بالريليشن المظبوطه عن طريق عمليه السولدرنج. النوع الثالث من الريجيد كونكتورز هو اللوب كونكتورز. اللوب كونكتورز دي شبه السبرينج كانتليفر اللي احنا كنا بنتكلم عليه السنه اللي فاتت. قلنا لو عيان عنده دايستما بالشكل ده كده وخلع السنترال ده وعايز يركب بريدج عشان يعوض السنترال، والعيان قال انا عايز احافظ على الدايستما دي موجوده زي ما هي، لو انا عملت له فيكسد بريدج على اللاترال ده والسنترال هقفل الدايستما دي لان هيبقى فيه هنا ريجيد كونكتور موجود، فهقفل السبيس ده والعيان ممكن ما يعجبوش الموضوع ده، فانا لازم اعمل حاجه تحافظ لي على الدايستما دهيت وفي نفس الوقت تعوض السنترال ده. فكان زمان بيتعمل ايه؟ كان بيتعمل زمان السبرينج كانتليفر. السبرينج كانتليفر ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن بونتك بتركب هنا كده وبتبقى كونكتد مع ريتينر، بس مش الريتينر اللي جنبيها على طول، يعني مش اللاترال دوت ولا السنترال ده، لا الريتينر بيبقى بعيد away from the pontic، يعني بيبقى على الكناين او على بريمولر او على المولر حتى، ويبقوا كونكتد مع بعض ببار ميتال كده او لوب طويل، واير طويل كده ميتال بيبقى معدي ادابتد على البالت ويبقى ماسك في الريتينر واصل بين الريتينر والبونتك. طيب كانت المشكله بتاعت النوع دوت ان الادابتيشن بتاع البار دوت على البالت مش دايما بيبقى مظبوط، فكان بيتجمع اكل بين البار وبين البالت وكان بيعمل انفلاميشن للبالت في الحته دي. قالوا طب خلاص احنا ممكن نعمل بقى حاجه تانية، نعمل فيكسد بريدج بس الكونكتور اللي هنا هيبقى شكله مختلف، اللي هو ايه؟ اللي هو اللوب كونكتور بالشكل ده. عملنا واكس باترن لللاترال والبونتك اهيت اللي هي السنترال، وعملنا جويننج ما بينهم بالكونكتور اللي هو الريجيد كونكتور العادي، وجينا هنا عملنا للسنترال دوت بريباريشن خلاص وعملنا له الواكس باترن، وجينا عملنا له جويننج مع البونتك ده بايه بقى؟ جبنا حته من السبرو واكس خلاص ورحنا عاملين لها ادابتيشن وعملنا لها اتاتشمنت مع الريتينر ده من البالاتال سيرفيس كده ومع البونتك من البالاتال سيرفيس بتاعها بسبرو واكس، وتبقى ادابتد على الكاست بتاعي بقى لان احنا بنتكلم على السن ده واكس دلوقتي. وبعد كده اعمل لكل البريدج ده على بعضه كوان بيس كده سبروينج وانفستنج وكاستنج، فيطلع لي الميتال بالشكل ده. المشكله بتاعت الشكل ده ان اللوب ده عنده نفس مشكله البار اللي فيه السبرينج كانتليفر، ان هو لو مش ادابتد على البالت مظبوط ممكن يحشر اكل تحتيه ويعمل لي برضو انفلاميشن ومشاكل في البالت في الحته دي. ادي الميتال بعد ما اتحط عليه بورسلين، وادي الشكل الليبيالي بتاع العيان، فتحس ان السنترال دوت ملوش علاقه بالسنترال ده، لكن في الواقع هما كونكتد مع بعض بالاتالي عن طريق اللوب كونكتور ده. فانا بستعمل اللوب كونكتور ده في حاله وجود دايستما بين التو سنترالز، دي الانديكيشن بتاعت اللوب كونكتور ده، وقلنا الديس ادفانتج بتاعته. طيب ادي الانواع، معانا بس كمان نوع تاني اللي هو الويلدد كونكتور، وده اللي هو زي السولدر كونكتور بس الفرق ان انا بعمل جويننج للتو بارتس بتوع البريدج عن طريق الويلدنج، ان انا بعمل بدفي او بسخن الجزئين اللي انا همسكهم مع بعض بس ما بحطش ما بينهم بقى مولتن ميتال تاني. هو ده الفرق بين السولدرنج والويلدنج. السولدرنج ان انا اعمل جويننج لتو ميتالز عن طريق انترودكشن اوف مولتن ميتال بتوين ذيم، انما الويلدد او الويلدنج هو جويننج بتاع التو ميتالز من غير ما استعمل السولدر الوي دوت او الالوي اللي انا بعمله انترودكشن بينهم. استعماله ايه الويلد كونكتور ده؟ في البريسيجن اتاتشمنت زي ما هنشوف بعد كده. ادي الريجيد كونكتور.
نون ريجيد كونكتورز قلنا اسمه الاثنين، يا اما نون ريجيد بريسيجن يا اما نون ريجيد نون بريسيجن كونكتورز. الفكره بتاعت الاثنين واحده. ايه الفكره بتاعت النون ريجيد كونكتورز؟ الاسم من الاسم الثاني بتاعهم، اسمهم ستريس بريكرز. ستريس بريكرز، ستريس بريكرز دول بيسمحوا بموفمنت قليله جدا بين الاجزاء بتاعت الفيكسد بارشال دنشر، خلاص، فتقلل الستريس اللي نازل على جزء منه. تمام، زي بالظبط الفكره بتاعت الفيكسد سبورتد بريدج. التقسيمه اللي احنا كنا بنقولها للبريدجات زمان، التقسيمه كان فيها الفيكسد سبورتد بريدج. بستعملها امتى؟ لو انا عندي واحد من الابارتمنتس بتوعي في ديجري اوف موبيليتي او ويك ابارتمنت. هنا مثلا عندي ده ال7 وده ال6 وال5 دول بونتكس، وعندي ده ال4. في هنا هنبص نلاقي في هنا حته كده فيها حاجه زي ريست، خلاص، و الجزء ده هو اللي هو الريست سيت. فبقى هنا في المنطقه دي في ستريس بريكنج اكشن علشان اقل الستريس اللي نازل على البريمولر ده، خلاص. ده بكل بساطه الفكره بتاعه النون ريجيد كونكتورز. اول نوع منهم او اول تقسيمه منهم اللي هم البريسيجن تايبس. بريسيجن تايبس اول حاجه منهم اللي هم الميل وفيميل اتاتشمنت، وليهم اسم تاني كي وكي واي، وليهم اسم تالت اللي هم التنون والمورتس. كلهم نفس الفكره، الفكره ان انا عندي عاشق ومعشوق. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي هنا كده دوت، عندي في هنا ابارتمنت وهنا ابارتمنت، وعايز اعمل لهم جويننج مع بعض بالستريس بريكرز، فاللي بيحصل ان انا بيبقى فيه موجود في السوق حاجات اسمها prefabricated plastic patterns. prefabricated plastic patterns دهيت الفكره بتاعتهم ان هو عباره عن جزئين بيعشقوا مع بعض وبيبقوا بلاستيك. جزء فيه جروف وده بنسميه الفيميل بارت، وجزء فيه بروجكشن وده بنسميه الميل بارت. لما بيركبوا على بعض بيعشقوا مع بعض وبيبقوا ادابتد كويس جدا. الفكره هنا ان انا بقوم عامل واكس باترن بتاعت الريتينر ده والواكس باترن بتاعت الريتينر ده، واقوم جايب البري فابريكيت بلاستيك باترن ده وافصل الجزئين بتوعه عن بعض. الجزء الفيميل بعمل له انترودكشن او بيبقى جزء بعمل له ادابتيشن مع الواكس ده، بمسك اتاتشمنت مع الواكس ده، وده هو بلاستيك ويبقى اتاتش مع الواكس. والجزء الميل بارت بعمل له اتاتشمنت مع الواكس باترن بتاعت الريتينر ده، واعمل سبروينج وانفست بتاعت الريتينر ده، واعمل سبروينج وانفستنج وكاستنج للجزء ده لوحده، وسبروينج وانفستنج وكاستنج للجزء ده لوحده. الجزء ده بلاستيك وماسك مع الواكس فهيسيح برضو زي مع الواكس ويتحول لميتال، والجزء ده برضو بلاستيك وهيسيح مع الواكس دوت ويتحول لميتال. الاقي في الاخر طالع لي الشكل ده. لما اجي ابص على الميتال بتاعي هلاقي ان الميتال هنا اهو، ادي الريتينر وفي الجزء الفيميل بارت، وادي الريتينر الثاني وفي الجزء الميل بارت. ولما حصل سيتنج للاثنين بعمل دايما سيتنج للريتينر اللي فيه الفيميل بارت الاول، وبعد كده بعمل سيتنج للريتينر اللي فيه الميل بارت عشان الميل بارت يخش يعشق مع الفيميل بارت في المنطقه دهيت، ويبقوا كانه الاثنين دول جزء واحد. بس الحقيقي ان في هنا اتاتشمنت موجوده اللي بنسميها بريسيجن اتاتشمنت، ودي اللي بتسمح لي لديجري قليله خالص في موبيليتي عشان تقلل لي الستريس اللي واقع على الريتينر ده. ادي هنا شكل تاني لما يبقى عندي فول ارش زي ده كده. لو انا عملتهم كله كوان بيس ويبقى كونكتد كلهم مع بعضيهم، الستريسز اللي نازله على البريدج ده هو هتاثر على السنان اللي هي الانتيريور بدرجه اكتر من البوستيريور، مع ان الانتيريور ما يكونوش داخلين في عمليه الماستيكيشن قوي. فانا علشان اقلل الستريسز اللي نازله على الانتيريورز دي باجي هنا كده
الجزء الانتيرو ده من الكناين للكناين، بنعمل الواكس باترن بتاعنا عادي، ونحط فيه الجزء الفيميل بارت بتاع الاتاتشمنت. لو اعتبرنا ان ده واكس هيبقى الجزء الفيميل بارت هنا وهنا ويبقوا بلاستيك، واعمل انفستنج او سبروم انفستنج كاستنج للجزء ده كله على بعضه، فيطلع لي الميتال في الفيميل بارت هنا وهنا في الديسل بتاع الكناين ده والديسل بتاع الكناين ده. اجي على الجزء اللي فاضل بقى هنا، الجزء اللي فاضل هنا، واعمل الواكس باترن بتاعي، واحط الجزء الميل بارت في الميزيال بتاع البريمولر ده وبتاع البريمولر ده، واعمل لهم انفستنج وكاستنج، هيتحول لي الميتال في الميل بارت هنا والميتال ده في الميل بارت هنا، يخش يعشق مع الفيميل بارت اللي في الديستال سيرفيس بتاع الكناينز، وبعد كده احط السيراميكس بتاعتي عادي من الليبيال في البريدج ده. دي الفكره بتاعت البريسيجن اتاتشمنت. البريسيجن اتاتشمنت ده هي ده اقدر استعملها في كذا حاله، منها حالات لما يبقى في سنان فيها موبيليتي وعايز اقلل الفورس اللي نازله عليها، او لو في فول ارش كده وعايز اقلل الفورس اللي نازله على الانتيريورز، او في حاله البير اباتمنت. حاله البير اباتمنت زي ما اتفقنا ان البير اباتمنت اللي في النص ده هي هتبقى acting as a fulcrum، ومع الوقت بتبدا تتاثر، ممكن يحصل لها لوزنس ويحصل فيها مشاكل. وفي نفس الوقت لما بعمل بريدج fixed بيبقى في مشكله في الريتينرز دول، ان مع الفورسز اللي نازله بيبقى الفورسز اللي هنا مختلفه عن الفورسز اللي هنا، فممكن تخلي البريدج دوت يحاول يطلع من مكانه فيحصل لوزنس للسمنت اللي موجود هنا ويعمل لي ريكارنت كيرز هنا او هنا. فعشان كده بنقسم البريدج بتاعنا ده لجزئين، وبنسميه ساعتها كومباوند بريدج زي ما كنا بنقول في الكلاسيفيكيشن بتاعت الكراون البريدجز. فيكسد سبورتد فيكسد 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 سبورتد فيكسد فيكسد. ازاي بعمله؟ بعمل الواكس باترن بتاع البريدج ده على الكناين وعلى الفايف بالشكل ده، واقوم حاطط فيه الجزء الفيميل بارت البلاستيك اللي قلنا عليه، واعمل له سبرونج وانفستنج وكاستنج، هيطلع لي ميتال وفي جزء بتاع الفيميل بارت. واجي هنا اقوم عامل واكس باترن للمولر ده اهو، واحط اعمل له كونكشن للبونتك معاه، ويبقى ماسك في البونتك ده هيت الجزء اللي هو الميل بارت البلاستيك، واحوله كله، احول لهم سبرونج وانفستنج وكاستنج، ويطلع لي ميتال ويبقى الجزء ده ميتال. اجي بقى بوق العيان اقوم عامل سيمنتيشن للبريدج ده الاول في مكانه، وبعد كده اقوم عامل سيتنج للجزء دوت وسيمنتيشن هنا، فبيبدا الجزء الميل ده يخش في الفيميل بارت ويبقى يبان لي كان البريدج كله حته واحده، انما هو في الحقيقي هو جزئين، جزء فيكس سبورتد وجزء فيكسد فيكسد. يبقى كمان بستعمل بريسيجن اتاتشمنت في حالات البير ابارتمنت. حاله كمان اللي هي الميزيال دريفت، الميزيال دريفت للبوستيريور ابارتمنت، برضو اتكلمنا على الحاله دي قبل كده، قلنا ان انا عشان اعمل بريدج على السنان دهيت لازم يبقى الباس اوف انسرشن بتاعي واحد، وعشان يبقى الباس اوف انسرشن بتاعي واحد لازم البريباريشن دي تبقى باراليل للبريباريشن دي، وعشان اعمل بريباريشن دهيت بارلل دهيت مش هقدر امشي مع اللونج اكسس بتاع السنه دي، لان هيبقى كده ده اللونج اكسس، فتبقى البريباريشن ماشيه كده، وهنا هيبقى اللونج اكسس كده، فالبريباريشن تبقى ماشيه كده، فمش عمري ما اعرف اركب البريدج بالشكل ده. فكان الحل القديم ان انا اجي في الميزيال بتاع المولر ده واشيل منه زياده علشان اعدل شكل البريباريشن ديت عشان تمشي مع البريباريشن دي، فساعتها ممكن ابقى عامل هنا اوفر ريدكشن، او ممكن كمان اعمل اكسبوجر واضطر اعمل اندو للمولر ده. فالحل اللي هم قالوا عليه ان احنا نعمل الاتاتشمنت ده، ان انا اجي هنا اعمل البريباريشن بتاعت البريمولر ده مع اللونج اكسس بتاعه، والبريباريشن بتاعت المولر مع اللونج اكسس بتاعه، واقوم عامل واكس باترن للمولر ده لوحده، وفي الفيميل بارت ماشي بارلل لللونج اكسس بتاع السنه دهيت، وبالتالي بارلل للبريباريشن دي، هنلاقي ان ده كده الفيميل بارت دوت بارلل للبريباريشن دي، واقوم عامل محوله الميتال ويبقى عندي الفيميل بارت ده، واجي هنا اعمل الواكسنج بتاع الريتينر ده والبونتكس، ويبقى ماسك هنا البلاستيك ميل بارت او اللي بنسميه تينون يعني، او ميل بارت او كي مثلا،
واحول كل ده الميتال ويبقى الجزء ده كده. اجي بعد كده بق العيان اقوم عامل سيمنتيشن للكراون ده الاول، ويبقى فيه هنا الفيميل بارت، وبعد كده اعمل سيتنج للجزء ده في مكانه، فهيخش الميل بارت بارلل اللي هو بارلل مع البريبريشن دايت، يخش يعشق في الفيميل بارت اللي هو برضه بارلل للبريبريشن دايت، فيحصل سيتنج للجزء ده مظبوط، وابقى انا كده عملت البريدج بتاعي وحليت المشكله بتاعت الميزيال دريفت. ويبقى هنا طبعا الفكره بتاعت الاتاتشمنت مش الاساس بتاع الستريس بلينك على قد ما هي حل المشكله الميزيال دريفتنج ده، انما في حاله البير ابارتمنت كان حل ان انا اعمل ستريس بريكنج اكشن فعلا، انما هنا الاساس ان انا بتغلب على مشكله الميزيال دريفتنج. ده بالنسبه للبريسيجن اتاتشمنت او اللي بنسميها الميل اند فيميل او الكي اند كي واي او التينون والمورتز بتاعنا. النوع الثاني من البريسيجن نون ريجيد كونكتورز حاجه اسمها سبليت بونتك، من اسمها كده معناها ان بونتك مقسومه جزئين. نيجي نشوف هنا كده، انا عندي الحاله دي فيها بير ابارتمنت، كنا بنقول في الكي والكي واي او التينون والمورتز ان احنا كنا بنيجي عند الديستال بتاع البريمولر ده، ويبقى فيه هنا الفيميل بارت، ويبقى الميزيال بتاع البونتك فيه الميل بارت، وبعمل سيتنج لده الاول والزقه، وبعد كده بيقوم داخل بعمل سيتنج للجزء ده، فالميل بارت يخش يعشق مع الفيميل بارت. فكان هنا البريسيجن اتاتشمنت بتاعتي انكلودد في الريتينر بتاع البير ابارتمنت. هنا بقى الوضع مختلف، هنا هنلاقي ان البريسيجن اتاتشمنت بتاعنا انكلودد انسايد او ويزن البونتك بتاعي. ده بيبقى عباره عن ايه؟ ده بيبقى فري فابريكيتد بلاستيك بونتك خلاص، وتبقى مقسومه لجزئين. الجزء الاولاني اللي هو التيشو سيرفيس بارت اللي هو اللي هيلمس الريدج ويبقى طالع منه بروجيكشن بالشكل ده. الجزء الثاني بتاع البونتك هو اللي عامل اناتومي بتاع البونتك، ويبقى فيه من جواه جروف او اندنتيشن بيبقى بنفس الشكل بتاع البروجيكشن دوت بس بالنيجاتيف بتاعه، يعني فراغ بنفس شكل البروجيكشن ده. اللي بيحصل ان انا باجي اعمل واكسنج للبريدج ده، واقوم عامل اتاتشمنت للجزء التيشو سيرفيس بارت بتاع البونتك معاه مع الديستال بتاع البريمولر ده، واعمل لهم سبروينج وانفستنج وكاستنج، فيطلع لي كل ده متر خلاص. وبعد كده اقوم عامل واكس باترن للمولر ده للريتينر ده، واعمل اتاتشمنت لبقيه البونتك دهيت معاه، واعمل لهم برضو سبرون وانفستنج وكاستنج، فيتحولوا كلهم لمتر. اجي بق العيان اقوم عامل سيمنتيشن الاول للبريدج ده، فيجي هنا كده يركب هنا ويبقى التيشو سيرفيس ده هو بالشكل ده كده ادابتد كده اهو. وبعد كده اقوم عامل سيتنج لبقيه الشغل بتاعي في مكانه، فيجي ده وهو راكب كده يخش يعشق الميل بارت دوت مع الفيميل بارت دوت اللي هما موجودين في البونتك، واول ما يعشقوا مع بعض يبقى شكل البونتك طبيعي وما يبانش ان جواه اي بريسيجن اتاتشمنت ولا حاجه. بس في الواقع ان الجزء ده بيعمل لي ستريس بريكنج اكشن، فيبقى انا كده عملت حليت مشكله البير ابارتمنت. اقدر برضو استعمله في حالة التلتد ابارتمنت، بس السبلت بونتك الاساس بتاعها بيستعمل مع البير ابارتمنت اكتر. بريسيجن اتاتشمنت بيستعمل مع اي حاجه، مع التلتنج او مع البير ابارتمنت. هنا السبلت بونتك بيستعمل في الاساس مع البير ابارتمنت، وممكن نستعمله مع الميزيال تلتنج بس بيستعمله بيبقى اقل. النوع اللي بعد كده اللي هو كروس بين اند وينج، ده برضو بونتك بنسميه كروس بين اند وينج. الفكره فيه اول حاجه ان هو بيستعمل مع الميزيال تيلتد ابارتمنت خلاص، اللي فيها نفس المشكله بتاعه الباس في انسيرشن اللي احنا بنتكلم عليها. البونتك دي عباره عن جزئين برضو بتبقى جايه ريدي ميد بلاستيك كده. الجزء الاولاني اللي هو الميزيال هاف كامل بتاع شكل البونتك كامل، ومعاه نص الديستال هاف نصه باكولينجوال يعني خلاص، وبيبقى فيه جرو دايره كده خرم كده او بين هول كده صغير.
الجزء التاني بتاع البونتك هو بقية الديستال هاف، خلاص، اللي هو عبارة عن نص الديستال هاف باكولينجوالي، خلاص، وبيبقى فيه برضو بين هول صغيرة قد البين هول دي بالظبط. لو انا حطيت الجزء ده كملت بيه الشكل بتاع البونتك ده، هلاقي ان البين هول دي تبقى قدام البين هول دي بالظبط، دول بلاستيك. فاللي بيحصل ان انا بقوم عامل واكس باترن للمولر ده التلت دوت بنفس الشكل بتاعه عادي، خلاص، واقوم عامل اتاتشمنت للجزء ده من البونتك معاه، واعمل لهم سبرون وانفستنج وكاستنج، يطلع لي الجزء ده كله ميتال. واجي في الجزء الميزيال دوت، اقوم عامل برضو الريتينر الميزيال ديت، عامل لها الواكس باتر، وبعمل اتاتشمنت للجزء ده من البونتك معاه، واعمل لهم سبرونج وانفستنج وكاستنج كوان بيس برضو، ويطلع لي ميتال. اجي في بق العيانه، اقوم عامل سيتنج وسيمنتيشن للجزء ده الاول، بعد كده اقوم عامل سيتنج وسيمنتيشن للجزء ده بعد كده. طيب هل كده الموضوع خلص؟ لا، لان انا كده مش عامل البريدج كوان بيس، انا عندي هنا كده في حركه بين الاثنين دول، بين الجزئين دول من البونتك. البونتك البلاستيك ده هيت بيجي معاها جولدن بين، بيجي معاها بين جولد. البين ده هوت بقوم حاطه هنا كده في الفتحتين اللي قدام بعض ده هوت، وداخل وقارط عليه او عامله بمفك كده مخصوص، اقوم رابط المسمار في الحته ده فيمسك لي الجزئين بتوع البونتك مع بعض. طيب هما لما هيتمسكوا مع بعض مش هيبقى في حركة بينهم خالص، هيبقى في حركة ضعيفة جدا زي بتاعة البريسيجن اتاتشمنت بالظبط. وحتى لو ما حصلتش الحركة دهيت، فأنا اوريدي عامل الحل ده علشان أتغلب على مشكلة الميزيال تيلتنج ومشكلة الباسف انسيرشن بتاع البريدج دهوت، مش علشان أعمل ستريس بريكنج أكشن في الأساس. فأنا بحل بيها مشكلة ملهاش علاقة بالستريس بريكنج أو بالستريسز اللي نازلة على السنان، عشان كده مش فارق معايا ان هو يبقى فيه ديجري اوف موبيليتي قد ايه. تمام، ده بالنسبه للكروس بين اند وينج بونتك. كده احنا خلصنا النون ريجيد بريسيجن تايب كونكتورز. طيب النون ريجيد نون بريسيجن تايب كونكتورز اللي هم الانواع بقى كونفنشن عاديه، اللي هي زي ما قلنا كلوزر ريست. طيب النون ريجيد نون بريسيجن تايب كونكتورز اللي هم الانواع بقى كونفنشن عاديه، اللي هي زي ما قلنا كلوزر ريست او سب اوكلوزر ريست او سنجل ارم ريست. الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها ان يبقى عندي ريست سيت كونكافيتي كده ساند عليها ريست، زي بالظبط حاجات البروسيسز كده، بس هنا بقى بيبقى عندي اختلاف في البروسيسز او في الريموفبل بارشال دينشرز. الريست سيت اللي ساند على الريست دوت بيبقى ساند على تو ستراكشر كده، بيبقى معمول فيه كافيتي صغير كده عند المارجنال ريدج كده، وبيخش يسند عليها او يبقى ادابت عليها الريست بتاع الريموفبل بارشال دنشر. ما عنديش مشكله هنا، ليه؟ لان الريموفبل بارشال دنشر ده بيتشال وبيتحط تاني، فاقدر اشيله وانضف تحتيه، انضف السنه في المنطقه ده هي بالفرشه كويس وبعدين اركبه تاني. انما في حاله الفيكسد عندنا لما بيركب ما بقدرش اشيله من مكانه هنا الريست ده عشان انضف تحتيه. فلو انا حاطط الريست ده على ريست سيت عباره عن توس ستراكشر، الاكل ممكن يخش يتحشر بين الريست وبين الريست سيت دهوت، فيعمل لي ريكارنت كيرس في السنه دي. عشان كده اي ريست لازم يتحط على انلاي او على كراون معمول على السنه وفيه كونكافيتي ويخش فيها الريست سيت، فيبقى الكونتاكت بين ميتال تو ميتال، ميتال تو ميتال، فمفيش مشكله حتى لو الاكل اتحشر هنا مش هيعمل لي كيرس في الميتال. فعندي حل من اتنين، يا اما لو انا هستعمل السنه دي كابارتمنت، خلاص، هي الفكره بتاعتهم بالمناسبه هي نفس فكره البريسيجن اتاتشمنت بالظبط، الفرق ان هنا مفيش بريسيجن بين الريست والريست سيت، هم ما يبقوش ادابتد قوي مع بعض زي البريسيجن اتاتشمنت، انما هو برضو الاكشن بتاع ستريس بريكنج اكشن، وبرضو بستعملها في نفس الانديكيشنز بتاعت البريسيجن اتاتشمنت، سواء سنان فيها موبيليتي عايز اقلل الستريس اللي نازل عليها، او في حاله البير ابارتمنت، او في حاله الشورت سبان بريدجز مثلا وعايز اقلل الستريس شويه، خلاص، كل الحالات ديت اقدر استعملها فيها النوع ده.
بس النوع ده بيبقى البريسيجن بتاعه مش زي البريسيجن اتاتش. طيب يبقى انا لو انا هستعمل السنه دي كابارتمنت وهعمل فيها ريست سيت، لازم يا اما اعمل كافيتي واعمل انلاي، والانلاي ده يبقى المنطقه ديت فيها كونكافيتي كده يسند عليها الريست، يا اما اعمل بريباريشن للسنه دي كلها كده واعمل كراون، الكراون دي في كونكافيتي هنا كده عشان يخش يعمل ادابتيشن فيها الاوكلوزر ريست بتاعي او الريست بتاعي. خلاص طيب قلنا ايه الانديكيشنز بتاعتي. اول حاجه ان انا لو عندي ميزيال تيلتد ابارتمنت برضو مش عارف اعمل باس في انسرشن، فبعمل في الميزيال بتاع المولر التيلتد ده هو برضو اعمل انلاي فيه او كراون واعمل فيه كونكافيتي، يبقى هو الريست سيت فيه في الميزيال الجزء الميزيال بتاعه، او بعمل كراون عليه وبعمل برضو القصه دهيت. فدي حاله. لو في حاله البير ابارتمنت باقي برضو في الديستال سيرفيس بتاع البير ابارتمنت واعمل في الكراون بتاعه برضو كونكافيتي عشان يبقى هو ده الريست سيت، او اعمل انلاي فيها، بس ساعتها بقى مش هقدر اعمل انلاي لان هي هتبقى جزء كمان البير ابارتمنت دي داخله في البريدج اللي هو اللي قدام، فهيبقى عليها كده كده ريتينر، فالريتينر ده هو يبقى فيه كونكافيتي ويسند عليها الريست سيت اللي هيبقى طالع من البونتك اللي وراها، او في حاله سنان فيها موبيليتي وعايز اقلل الستريس اللي عليها وهي جزء من بريدج، فبرضه بعمل فيها الكراون وفي الكونكافيتات او اعمل فيها انلاي. كل دي الاستعمالات بتاعت النون بريسيجن، هي نفس استعمالات البريسيجن تايبس خلاص، انما لازم اخلي بالي ان اي ريست يبقى ساند على انلاي او على كراون، ويبقى الكونتاكت ميتال تو ميتال ارتفيشال كراون اقصد، مش على التوث ستراكشر العاديه عشان ما يحصلليش ريكارنت كيرز هنا. تمام. طيب دايما اخلي بالي كمان ان انا البريسيجن لما باجي اعمل بريسيجن اتاتشمنت او اجي اعمل نون بريسيجن تايب كونكتورز، دايما بيبقى الفيميل بارت موجود في الديستال سيرفيس بتاع السنه الميزيال، في الفيميل بارت بتاع الفيميل بارت بيبقى موجود في الديستال سيرفيس بتاع السنه الميزيال. يعني لما يبقى عندي بير ابارتمنت 5 خلاص وعندي 7 ورا هعمله، ويبقى البونتك 6، البونتك هي اللي بقى طالع منها من الميزيال سيرفيس بتاعها، طالع منها الميل بارت بتاع الاتاتشمنت او طالع منها الريست، والفيميل بارت يبقى في الديستال سيرفيس بتاع البير ابارتمنت، او الريست سيت يبقى في الديستال سيرفيس بتاع البير ابارتمنت. ليه؟ علشان الميل بارت ده هوت لما يبقى هو طالع من الميزيال بتاع البونتك وبيحصل له سيتنج في الديستال سيرفيس بتاع البير ابارتمنت، الاوكلوزال فورسز دايما بتبقى الدايركشن بتاعها ميزيالي، الاوكلوزال سيرفيس الاوكلوزال فورسز بتبقى دايما الدايركشن بتاعها ميزيالي، فلما الدايركشن دوت بيساعد على السيتنج بتاع الميل بارت جوه الفيميل بارت. لو تخيلناها كده هنلاقي ان الميل بارت لما يبقى طالع من الميزيال سيرفيس بتاع البونتك والفيميل بارت في الديستال سيرفيس بتاع البير ابارتمنت اللي هي ميزيالي في الديستال سيرفيس بتاعها، هلاقي ان الميل بارت لما يتضغط عليه الدايركشن بتاع الاوكلوزال فورسز بيخلي يحصل سيتنج زياده للميل بارت انسايد الفيميل بارت، عشان كده ما اقدرش اعمله في الميزيال سيرفيس بتاع البير ابارتمنت، دايما بعمله في الديستال سيرفيس بتاعها. كده احنا خلصنا انواع الكونكتورز كلها. المحاضره اللي جايه او الجزء اللي جاي من المحاضره هيبقى السولدرنج وايه الفكره بتاعته وايه الريكويرمنتس بتاعته وايه المطلوب فيه، ويبقى فاضل لنا بعد كده محاضره اخيره اللي هي انواع البريسيجن اتاتشمنتس بقى بالتفصيل، ودي تبقى اخر محاضره في السمستر، وكل سمستر وانتم طيبين. اشوفكم المره الجايه في الجزء الثاني من المحاضره دي اللي هو السولدرنج. شكرا.